بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في دعاء العهد المروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول الإمام الصادق إذا تلوت هذا الدعاء أربعين صباحا كنت من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وإن مت قبل ظهور الإمام فتكون لك بكل كلمة ألف حسنة وتمحى بكل كلمة ألف سيئة. للارتباط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا يوم الجمعة اليوم المنسوب للإمام روحي فداه. للارتباط بالإمام هناك مراحل ثلاث. المرحلة الأولى كما يذكر الإمام الصادق العهد العهد بمعنى ذكر الشيء حالا بعد حال كما في اللغه ان تتذكر الامر دائما العهد قد يكون بين الانسان ونفسه الانسان يعاهد نفسه على ان يترك كذا او يفعل كذا. هذا هو العهد ان تعاهد الامام. سلام الله عليه. يعني تذكر عهدك مع الامام حالا بعد حال. هذا امر يرتبط بالقلب. يمكن الانسان ان يعاهد الله عز وجل. ومنهم من عاهد الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. العهد قد يكون بين الانسان وبين نفسه، قد يكون بين الانسان وبين ربه وقد يعاهد شخصا على امر ولكن موطن العهد القلب. اذا المرحله الاولى من الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف القلب أن تعاهده على ماذا بعد ذلك الإمام يذكر بعد هذا المقطع أن أكون مستشهدا بين يديه من أنصاره من أتباعه من أعوانه من شيعته من محبيه من الممتثلين لأوامره من السابقين لإرادته؟ إذن هذه المرحلة الأولى ولكنها لا تكفي نحتاج الى مرحلة أخرى تتطور هذه المرحلة الأولى من العهد إلى العقد عهداً وعقداً العقد هي حالة بين طرفين مو من طرف واحد فقط بين طرفين يحتاج إلى مظهر عبر اللسان واحد عندما يبيع شيء يشتري باع لازم يكون هناك من يشتري من المؤجر يجب أن يكون هناك مستأجر في كتب الفقه يذكرون باب العقود وباب الإيقاعات العتق إيقاع يعني من طرف واحد المولى يعتق عبده وانتهى لا يحتاج إلى قبول من العبد أما العقود تحتاج إلى قبول من الطرفين الطرف الأول والطرف الآخر الارتباط مع الامام الحجه لا يرتبط بالقلب فحسب، وانما يجب ان يكون له مبرز، ان يتطور العهد الى عقد. اعاقد الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف على هذه الامور، على ان انصره، ان اكون من المستشهدين بين يديه، ان امتثل اوامره، بل ان اسبقه الى ارادته. يعني تارة الإمام لم يأمر أمر ولكن أعرف ماذا يريد فأمتثل إرادته أسبقه من السابقين لإرادته يعني لتنفيذ ما يريده الإمام وإن لم يصرح بذلك بعض الأحيان الأب مثلا يقول لابنه ائتني بماء زين هذا أمر يمتثله الابن وأخرى جايب وهو تعبان وعطشان، أنا أدري أن إرادته الآن أن أعطيه ماء بدون أن يتفوه، البعض ما يؤمر الآخرين مو من طبيعته أن يؤمر الآخرين، فأنا أمتثله مو أمره أسبقه إلى إرادته، فإذا القضية تحتاج إلى عقد بين طرفين يعني أنا أقول أنا جاي على هذه الأمور أربعين صباح بل في كل يوم والإمام سلام الله عليه يقبل بذلك كيف يقبل إما القبول الشأني أو القبول الفعلي القبول الشأني تعرض صحائف أعمالنا للإمام في كل أسبوع مرتين أو في كل يوم الإمام عندما يرى في صحيفة أعمالي أنني قلت له أعاقدك على هذه الأمور فيقول قبلت هذا هو القبول المتأخر بل قد نقول هو قبول فعلي وإن لم نسمع ذلك لأن الإمام محيط بنا هو في كل لحظة يرانا صحيح موجودة في الأعمال أيضا تذهب إليه في كل أسبوع يومين، أو في كل يوم ولكن هو محيط بما نفكر بما نقول بما نعمل بإذن من الله عز وجل فعندما انا اقرأ هذا الدعاء اقول عاهدتك وعاقدتك على ذلك، الإمام يقبل ذلك. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وبيعة له في رقبتي أو في عنقي بيعة. البيعة في اللغة بمعنى إظهار أمر على ان اتبعه في ذلك الامر وغالبا البيعه تكون بالمصافحه مثلا اخذ يده الامام امير المؤمنين في غدير خم سلام الله عليه بايعه الرجال بالمصافحه وبايعته النسوه بماذا باخذ قدح كبير مليء بالماء جعلوا على القدح ستار فوضع يده في طرف من القدح والنسوه كن ياتين ويضعن ايديهن في الطرف الاخر ويبايعن أمير المؤمنين هذا إظهار عهد في القلب وعقد في اللسان والإظهار العملي البيعة يعني أنا أتبعك في كل ما تريد في كل ما تقول أنتهي عما أنزجر عما نهيت عنه هل إظهار البيعة لازم بالنسبة للإمام كله الإمام بايعته أو لم أبايعه فأنا يجب علي أن أتبعه الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة ماكو اختيار الله عز وجل ينصب الإمام بدون بيعة ولكن هذه البيعة إظهار وتذلل وخشوع لأمر الله البيعة يعني أن أتبعه عملا طبعا اللي ما يبايع أمير المؤمنين أو ما يبايع أهل البيت لازم يروح يبايع الآخرين مو ذاك إجا وبايع راد يبايع الحجاج فمد رجله الحجاج اللي يبتعد عن الحق طبعا لازم يقع في متاهات الباطل فبايع رجل الحجاج إذن المبايعة هي الإظهار والتبعيه المطلقه. وشنو صفه هذه المبايعه مع الامام؟ سلام الله عليه. لا ازول عنها ولا احول ابدا. هذه قضيه تستمر. انا مستمر في اشد الحالات، في احلك الظروف. انا واقف مع الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه صفه البيعه. مو بيعه كل يوم واحد يخرج من بيعه الى بيعه حسب مقتضيات الحال ومشتهيات النفس. لا لا احوله هذا في دعاء العهد وفي الزياره التي تقرا ايضا في كل صبيحه المختصره الى يوم القيامه الى يوم القيامه انا مستمر في هذا الامر هذا وعد عقد بيعه يجب أن أقف مع الإمام قد ماذا والسابقين إلى إرادته مو فقط أمتثل أوامرك أكون من السابقين إلى ما تريد وإن لم تصرح به يعني الرجل الشيعي التابع لأهل البيت سلام الله عليهم لازم يكون قمة في كل شيء قمة في التواضع قمة في الأخلاق الحسنة قمة في ارتباطه بالآخرين المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه يتاسى باهل البيت سلام الله عليهم كنموذج اذكره كيف نتاسى باهل البيت سلام الله عليهم كنموذج اهل البيت هم قمه القمة البون بيننا وبينهم شاسع جدا حجر ابن عدي رضوان الله عليه هذا من النماذج الذين حقيقة أوفوا بهذا العهد والعقد والبيعة قمة حقيقة سواحد يقول أنا ما أقدر أكون كأهل البيت أقدر أكون كحجر ابن عدي هذا هم بشر كان لا فرق بيننا وبينه إلا في الإرادة إلا في الالتزام بهذا المقطع من الدعاء الشريف عهد عقد بيعه حقيقيه حجر ماذا قال عنه الاخرون الحاكم في المستدرك يقول الشيعي هكذا يتفق عليه الكل الحاكم في المستدرك يقول راهب ال محمد اللهم صل على محمد وال محمد ابن حجر يقول عن حجر حجر الخير يعني كل الخير ملخص في حجر هذول المخالفين اللي هو حاربهم حرف شخصياتهم يقول حجر الخير في المقابل كان عنده ابن عام هم اسمه حجر في صف معاوية لعنه الله اسمه حجر الشر هو هذا ابن حجر العسقلاني يقول هذا حجر الخير وذاك حجر الشر ابن عمه في است الغابه يقول عن حجر انه اجتمعت فيه كل الصفات الحسنه ابن اثير الشيخ الطوسي من اكبر علمائنا يقول كان حجر من الابدال وصل الى هذه المرحله اتفقت اتفقت كلمة أهل الإسلام عليه الرجل الشيعي هكذا فد واحد كان جاي قبل فترة أقل من شهر فتشاب من غزة فسألته عن أحوال الشيعة هناك والمستبصرون قال المستبصرون يخفون استبصارهم لأن الحكومة ظالمة بعضهم نواصب كذا ولكن يعرف الشيعي بحسن أخلاقه أي واحد من هذوله اذا صار شيعي استبصر اللي يشكون فيه يقولون هذا تغيرت اخلاقه من سيء الى حسن ومن حسن الى احسن قال هكذا يشك في المستبصر هذه اخلاق رسول الله صلى الله عليه واله الاخرون يغبطونهم بالصفات الحميده الموجوده فيهم هذا حجر اذا اتفقت الكلمه عليه هذا حقيقه مصداق بارز لهذا الدعاء فلنتخذه اسوه. في عقيدته شلون كان انسان قوي العقيده صلب الايمان الامام امير المؤمنين دعا له سلام الله عليه دعا لحجر وقال اللهم نور قلبه واهده الى صراط مستقيم. دعاء الامام لا يرد، ليش الامام دعا له ولم يدعو لغيره؟ لانه هو اظهر من نفسه رفعة الروح ورفعة النفس والتحلي بالاخلاق الطيبة هو اظهر من نفسه ذلك فدعا له امير المؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى دعاء امير المؤمنين لا يرد اللهم نور قلبه واهده الى صراط مستقيم دعاء الامام لا يرد هذه القضية ايضا لطيفة اذكرها الامام السجاد سلام الله عليه مع قافله طلعوا الى الحج خرجوا الى الحج مع قافله فماء القافله تام وماكو في الطريق ماء وسقحت كان او اي شيء قلت المياه انتهت المياه فاضطروا فاخذوا يدعون الله يصلون صلاه الاستغاثه يدعون الله ان ينزل عليهم المطر الامام السجاد قاعد وما يعرفوا اهل البيت كانوا غير معروفين السلطه ضدهم والناس ما يلتفون حول من كان الظالم والسلطان ضده، هذا طبيعه الانسان يفكر في مصلحته الضيقه الدنيويه ولا يفكر في مستقبله. فالامام كان قاعد كلهم دعوا علماء كانوا شخصيات كانوا لم ينزل الله المطر فقالوا للامام السجاد سلام الله عليه ايها الرجل انت هم ادعو يمكن الله ببركتك ينزل الغيث. فرفع الإمام يديه وتكلم بكلمة لم يسمع أحد مثلها قبل هذه الكلمة ولا بعد هذه الكلمة. قال: اللهم بحبك إياي إلا سقيتهم الغيث. محمد بحبك إياي مو بحبي إياك لا شلون صارت المعادلة ارتفع هذا الإنسان اللي الله يحبه يرضى لرضاه يغضب لغضبه بحبك إياي راف... في نفس اللحظة أتت السحاب أتى السحاب ونزل الغيث إذن دعاء الإمام لا يرد دعاء الإمام ثابت فهكذا في عقيدته انظروا الى ارتباط حجر بربه منقول عنه انه كان يصلي في اليوم والليله الف ركعه الف ركعه واحد بالقوه يصلي صلاه الصبح واذا هم عليه قضاء ما ادري شو وقت انا اقضي هاي الصلوات اللي موجوده علي وان شاء الله ابني بعدين الف ركعه صلاه مستحبه واحد ما يقدر يصليها فهذا شلون وما ما كان الرجل بعيد عن الحرب بعيد عن الدنيا لا هو رجل كان مرتبط بالناس قائد جيش نذكر الان في الليله في اليوم والليل يصلي ألف ركعه عند قتله عندما قتلوه صبرا طلب منهم ان يصلي ركعتين ايضا يرتبط بالله في تلك الحاله اللي الانسان ينقطع عن كل شيء اصلا الان ياخذوه حتى يضربون عنقه يقتلوه صلى ركعتين فأطال فيهما الجماعة اللي كانوا يمكن شكوا ها هذا خايف لأنه ورا الصلاة نقتله بالسيف فهو دا يطيل الصلاة عندما أكمل صلاته خاطبهم قال لا تتصورون أنا أطلت الصلاة هذه أسرع صلاة أنا صليتها أسرع صلاة صليتها أنا ما أحدثت إلا وتوضأت طيلة حياتي هكذا وما توضأت إلا وصليت ركعتين لله وهاي الصلاة اللي الآن أنتم يمكن تتصورون أنني أطلتها هي أخف صلاة صليتها ارتباط بربها كذا يمكن الإنسان في اليوم خمسين مرة لازم يتوضأ إذا يريد يكون دائم الوضوء يعني خمسين ركعتين هم لازم يصلي الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه عندما أشكل على معاوية لعنه الله قتل حجر كتب إليه في كتاب، شوفوا هذه الشهادة من سيد الشهداء كتب إليه ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين هاي شهادة من سيد الشهداء أنت قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين الإخبات يعني شدة التواضع في زيارة أمين الله اللهم إن قلوب المخبتين إليك ولا شدة التواضع حالة الإخبات هكذا كانوا هؤلاء عائشة تكتب إلى معاوية أو ترى معاوية في قتل حجر شلون اتفقت الكلمة عليه تقول تعاتب معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سيقتل بعذرة المنطقة عند الشام أناس يغضب الله لهم وأهل السماء، إلى هذه المرحلة يرتفع الإنسان مع ربه، شوفوا شجاعته، الشجاعة قد تكون إلها مظاهر وقد تكون في القلب، الشجاعة اللي إلها مظاهر شارك مع أمير المؤمنين في صفين في جمل و في النهروان هو الذي فتح الشام مرجه هي نفس المكان هو اللي فتحها خرج بجيش كان امامهم نهر الدجله هذا النهر المواج ما يعرفون السباحه القى بنفسه في الماء واصحابه القوا انفسهم في الماء البعض راحوا البعض طلعوا فراحوا قاتلوا وفتح العدراء هذا المكان الذي هو مقتول فيه شلون شجاعة المغيرة ابن شعبة كان والي الكوفة لعنه الله هذا كان يخطب حجر يقوم ويعاتبه ويسكته ويبطل حجته هو كان هسه يحتاط منه يخاف من المغيرة يخاف من حجر سنة 51 المغيرة راح فبقى من فبعث معاويه زيد بن زياد زيد بن أبيه هو كان والي البصرة زيد بن أبيه فأصبح والا للكوفة أيضا فأيضا هذا الجهاد الظاهري كان أغره نطيك مال نطيك منصب ما الذي تريده لم يرضى الجهاد الأكبر مخالفة هوى النفس أيضا كان شجاعا في مخالفة هوى نفسه لم يتأثر فأخذه زيد بن زياد بن ابيه وبعثه الى معاويه. معاويه قال لهم 14 كانوا لو تسبون علي بن ابي طالب سلام الله عليه فانا اترككم، هو كان يقدر يستعمل التقية واجاز له امير المؤمنين استعمال التقية الا انه لم يستعمل ذلك. قال كلا سبعه منهم كان عندهم عشائر اقوام كذا اخرجوهم بقوا سبعه. فهو قال شوفوا عدم حب الدنيا هو قال اقتلوا ابني قبلي واحد هل يمكن ان يذكر بابنه قالوا شنو تعجلت في المصاب خلي يقتلوك انت وبعدين ابنك وانه تتالم بفراق ابنك وبقتله قال اخاف ان يتغير بعدي يشوفني مقتول وهو يروح يسب علي ابنه لا 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 اريد ابقيه على هاي العقيده واحد يقدر يترك جزء من امواله كثير من الناس ما يزكون ما يخمسون ما يعطون صدقه ليش صعب متعلق بالمال اليس الانسان متعلق بابنه يقدم ابنه حتى لا ينحرف عن العقيده فهكذا قتلوا ابنه قتلوا سته وهو احدهم احدهم كان حسان ابن عبد الرحمن هذا قال لا انا اسد ولكن عند معاويه مو هنا اخذوه الى معاويه فجلس قال له هذا احد اصحاب حجري يريد يسب. معاويه فرحان. فجلس واخذ يشتم ويسب معاويه. عند هذا الطاغوت قام يسبه. معاويه هوايه اشتد غضبه فبعثه الى زياد بن ابيه وقال اقتله شر قتله ودفنه حيا. رضوان الله عليهم اجمعين. هكذا الانسان اللي يريد يسمو لازم يتبع امثال هؤلاء. هذا حقيقة الذي سمع الذي التزم بالعهد والعقد والبيعة الى اخر حياته هكذا على الانسان ان يتبع امام زمان حقيقة واحد يفكر بينه وبين نفسه انه انا هكذا اضحي بكل شيء في سبيل ديني في سبيل مذهبي في سبيل الامام سلام الله عليه ام لا هذا يحتاج الى حقيقه واحد يخلو بنفسه ويفكر ويقرر ويطلب من اهل البيت سلام الله عليهم انتم عند الامام الرضا تروحون ان شاء الله فتطلبون من الامام الرضا انه احنا في طريقتكم اثبتونا على هذه العقيده، اثبتونا على هذا الولاء هذه البيعه تكون بيعه حقيقيه بيني وبينكم، مو بيعه لقلقه لسان فقط على الانسان ان يتبع اهل البيت هكذا تشوفوا شلون فضح الظالمين هذا حجر في حياته فضح الظالمين وبعد مماته ما بعد استشهاده ب 1200 سنه اكثر ايضا فضحهم فضح هؤلاء النواصب الذين هدموا ضريحه وقبره وحفروا قبره هذا بين نواصب نواصب يجي يخر... هؤلاء يريدون تخريب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتمكنون فيبدأون هكذا ممن كان على طريقة رسول الله أوله كما في بعض الروايات التاريخية موجود أول من هدم قبر رسول الله وكشف قبر رسول الله هو هذا المغيرة ابن شعبة لعنه الله عندما دفن رسول الله فألقى هو يقول كما في بعض التواريخ ألقى محبس كان لابسه ألقاه في القبر فسد القبر بعد ذلك قال انه انا اريد المحبس العامه يفتون طبق هذا يقولون يجوز نبش القبر ان بقي شيء هناك فنبش قبر رسول الله واخرج المحبس وكان يفتخر يقول انا اخر من لمست رسول الله اذا هم هذا التفكير الناصب للارهاب طبعا مو مو معلوم الروايه تكون صحيحه هم يعتقدون بها فنلزمهم طبقها ولكن من المستبعد ان امير المؤمنين سلام الله عليه كان يرضى بهكذا فعل. ولكن على أي حال فضحوا اولئك الان الان يريدون هدم قبر رسول الله، ما يتمكنون يهدمون قبر الحجر. والا ذاك اللي هم يسموه صحابي وان كان الخالد ابن وليد قبره موجود، ليش ما يهدموه؟ ليش؟ لانه كان على طريقه الشيطان. وعلى طريقه رسول الله الحاصل علينا ان نتبع اهل البيت وعندما نقرا هذا الدعاء في كل صحبيحه نفكر في هذا الدعاء هل نحن كحجر هذا الصحابي العظيم الذي فضح الظالم مرتين بل في طول التاريخ يفضح الظالم هم متورطين ما يدرون شنو يقولون بحجر سيدهم معاويه رضي الشيطان عنه قتل سيدنا حجر رضي الله عنه هكذا يصرحون معقوله يعني في تناقضات في تناقضات. المفروض علينا ان نقدم وقتنا، جهدنا، مالنا، عرضنا، اولادنا في سبيل الدفاع عن الائمه سلام الله عليهم، عن اهل البيت. اذا كنا كحجر لا يصاب هذا المذهب بسوء. اسال الله عز وجل ان يوفقنا لذلك وما ذلك على الله بعزيز، الله ان شاء الله يتقبل اعمالكم. وترجعون الى بلادكم بحوائج مقضيه يد مليئه بالخير ذنوب مغفوره ببركه الصلاه على محمد وال محمد